يلا نمرة الأولى، اثنين، ثالث، بس تقدر يا وحش، والله تقدر. ياس خليته ولا لا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعت لكم مقطع جديد، ولكن ما في سلاح جديد الحين، في لعبة جديدة، لعبة سيارات، عالم مفتوح، محتوى ضخم، تبيع تشتري سيارات، تعدل، مالتي بلاير اونلاين، تشتري بيت، فاست ترافل، الحركات الحلوة هذه الاونلاين، فكرتها اسطورية. اتمنى ان توصلني اللعبة مثل ما انا متوقع اني العبها، مثل الفكرة اللي وصلتني بالضبط، انها ما تكون الفكرة حلوة ولكن اللعبة سيئة. هي لعبة فورزا هورايزن 5، طبعا لعبة غنية عن التعريف، هذا الجزء الخامس لها، فحبيت فكرة اللعبة صراحة، فحبيت اني اجربها معاكم ونستمتع. اتمنى ان يكون محتوى يستحق الاستمرار. وفي عندي اخبار لجي تي اي 5، النسخ المحسنة التريولوجي اتوقع اسمها، اللي راح تنزل اتوقع بكرة وبعد بكرة. هذه رسالة للناس اللي تنتظر نسخة لجي تي اي، ما في نسخة جديدة لجي تي اي، جي تي اي النسخة السادسة ما اتوقع انها راح تنزل او راح تتأخر حيل، ولكن النسخ المحسنة اللي يستفيد منها أكثر شيء هو الناس اللي ما لعب جي تي اي مثلي أنا وحاب يلعبها. الفكرة موجودة ولكن قاعد يقول اللعبة قديمة، نزلت لك اللعبة المحسنة تقدر تلعبها بس قيمتها $60 سعر لعبة جديدة، ممكن تراجع نفسك تلعبها أو ما تلعبها. ما طول عليكم، قبل ما نبدأ لا تنسون اللايك والاشتراك، وأتمنى لكم مشاهدة ممتعة. Let's go. طبعا بلش الجيم، راح أنزل بالسيارة هذه، راح يكون نفس التوتوريال اتوقع، تاخذ لك نفس ال او تتعلم القياده، طبعا الكل يعرف القياده ما يحتاج. واو واو شيء مجنون صراحه، الالعاب قبل تطلع شغلات غريبه. انزل يلا، عندي الجير. الاعداد راح اضبطها الحين، لازم امشي مع الخط هذا. اوه هذا كم نمرة، طلع هذا بوجهي. واو شنو هذا؟ طبعا الاعدادات اليد انا ما ضبطها لحد الحين، او اني اتعود على هذه الاعدادات ما ادري. طبعا وصلنا للمكان المطلوب، شيء مجنون. انا ما شفت اعلان لها. لا 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 ما اتفقنا. كسرت الشجر ليش؟ صح طريقي. رد نمرة. روح طع. لازم ارجع. روح ضيعت. روح عادي، اول مره العب عادي. راح اضبط الاعداد لان عندي اللي يبدل الدائره، المفروض اخلي R1. روح يا مجنون، قسما بالله جنون هذا. شو التصاميم هذه؟ شو الجرافيكس؟ اوه السيارة الثانية الحين. روح طبعا انا العب على 2K مو نفس كود، كود العب فل اتش دي، بس هذه اللعبة لازم تلعبها يعني اعلى اعدادات عندك. روح
لا 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 خفف 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 البيت 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 خفف خفف يا حبيبي سويت كسرت الأمة ها والله ما أعرف شنو اللي هي اللي تعطيك نفس تخليك تسيطر على اللفة حلو حلو التصوير هذا بس خلنا نخليها شيء خارجي أفضل عشان نشوف اللعبة ونشوف السيارات عصرت أم الجير عصرت أم كسرت أم الدنيا ردنا من ردنا ردنا من روح المشكلة عندي اللي يبدل الدائرة المفروض يكون R1 ما شلون تبدل دائرة وترجع بالمربع تعال تعال انت وين تلحقني انت وسيارتك يا حبيبي تعال تعال دخلنا الغبار الحين مبين مبين اللعبة فخمة حيل يعني مع العلم ان اول جزء العبها فزت علي من اللي فاز انا اللي فز طبعا هذا التوتوريال واضح في شيء في ثالث بعد شنو السيارة؟ فلامينغو هذا جيب هذا جيب الله روح يا بورش لعبتي البورش لعبتي البورش يقول فلامينغوز وهذا حدها سادس رفايل بورش الله 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 لاحظت الرمال لاحظت الرمال اوف هذه لعبه ولا حقيقه يا اخي انت تلعب قديم فورزا صح لا والله اول مره بس الرمال تعطيك سيطره باللعبه مثل الحين لو اعطيها يسار بيمين بيسار واعطيها الحركه هذه يا سلام عليك وهذه عطى الثانيه يا وحش يلا تعال انت وين 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 وخر وخر عني وخر عني الطريق لي انا بورش يا حبيبي جايني انت بجيب روح 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 اوه انا وين رحت ردني يقول انت مشيت خطا رجعني يلا اوكي التباديل السريعة ليش؟ يعني بسرعة تعال الطيارة خلنا نسابق مع الطيارة يا الله طبعا شعور اللعبة غير انك انت قاعد تشوفها طبعا لا 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 يسار طريقي والله ودي اسحب على التوتوريال اللي افتر بس ما اقدر انا ما ادري هي وفي سباق مع هذول ولا عادي انا ترى ماني عارف تعال انت تعال تستريح بس خليني اعطيها بعد يا سلام يا سلام لا تدعم الفلامينغو طبعا خلصت التجربة في بعد اوه لا 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 لا, لا. هذه طيارة عاد يلا الله 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 يا البز يا جماعة الشعور مو طبيعي
لا لا تمشي لا تمشي. ما ادري يصير اختصر ولا ما يصير ما ادري. ما اقدر اختصر ما اقدر اختصر. انا قاعد اشوف ناس قاعد يختصرون، انا حاولت اقلدهم بس مو كل مره تقلد وتنجح. ابي سايد شلون؟ ترده نمره وتعطيه لفه ممكن ياخذ اللفه صح. لا لا البيت البيت الناس. اوكي اوكي صار الطيارة يعني انت ولا شنو؟ شنو السيارة؟ نفسي روح روح استريح 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 بس يا حبيبي. شيء فخم صراحة والله شيء شيء شنو الجمال هذا يا ناس. روح روح تحت الطيارة تحت الطيارة. واو والله واو شنو هذا؟ لعبة متعوب عليها بصراحة يعني. اوه يا وصلت المكسيك الحين. نمبر 1 سوبر ستار. يلا الحين الشخصية تختار خليها ما بنت ولا رجال. لا بخليها بنت بخليها بنت. هذه مات سباق عرفت شكلها مات سباق مثلا مثلا خليني اختار. والله هذا شكلها مات سباق صح ولا هذه ولا هذه؟ لا مو هذه هذه ولا هذه. خليني اختار والله ما ادري. هذه الانتي مو مات سباق هذه مات سباق. بعدين تختار الشكل القصة. ابي اخليها قصة وحدة مجرمة هذه. انت السباق مو مال هذي علوة بس ما راح اختارها طبعا. لا ليش؟ يلا اختار هذا. لون الشعر اسود طبعا. لا 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 ما ابي اسود ما ابي اسود. بخليها غريبة شوي اخضر. والله حلو ها. تستينج تستينج. نجي للماب الحين ناخذ نظره سريعه لاني ما اعرف صراحه. عندك مهمات جانبيه تقدر تسويها، تقدر تدش سباقات مثل هذه. وعندك البنفسجي هذه العلامه البرق هذه الفاست ترافل اللي هي تخليك تسافر بسرعه في خلال لحظه تسافر، بس شرط انك يكون عندك بيت وتشتري بيت. مثلا كسرت هذه تدعمها بالسيارة طبعا لازم تكسرها وتكسر قول هذه راح تصير تسافر من المنطقة هذه لهذه بثواني. يعني مجرد ما تكون عند الفاست ترافل ينقلك للمنطقة هذه، بس شرط انك تكون كاسرها داعمها بالسيارة وتدعم بعد الاكس بي اللي تشوفها هذه بالخريطة لازم تدعمها عشان تاخذ اكس بي. وبعض المرات يحطونها لك بمكان صعب عشان بس يكون اكس بي قوي بس بمكان صعب مو بسهولة تاخذه. روح روح هذا اكس بي هذا يا حبيبي مو يبي لي اسرع شويه. يلا نمرة الأولى اثنين ثالث بس تقدر يا وحش والله تقدر. ياس خليتها ولا لا؟ فأنصحك تهتم بهذه الأمور كبداية. وهذه أتوقع اللي هي المزاد السيارات أو تبيع وتشتري أو تبيع يمكن.
وهذول المهمات الجانبيه تقدر تستخدمهم. بس هذا اللي بين معي لحد الحين، ومبين الخريطه راح تكون كبيره حيل، يعني راح يكون في عالم، يعني راح فيها متعه مبين من اللعبه. فخلنا نرد الجيم ونشوف ندش سباقات ومن الامور هذه. ما ادري ما سويت. راح سابقه. لا ما اتفقنا والله، الا اسبقك. وراح سيده ها، بس ان شاء الله ما ادعم. ما ادري ايش طقيت وقال لي يلا روح تسابق مع هذا. اخ فاز علي. وخر انت والله، فاز علي. شوف لازم اجربه ثاني مره، تعال وينه؟ تعال انت كورفت قديم، تعال. يلا بسابق هذا. اللي مساع سبقني دعمت، انا والله دعمت. ما تفوز. فوز ما تفوز. بدل. اوف والله نسيت لا ابدل. اقول اوح اكس بي وراي. والله ما، بس ليش ما قاعد قاعد سابق معاهم انا الحين. لا تخرب. انت قربت. لا تقعد تخربط. لا هو راح، ما ادري وينه. ياس فزت عليه. شنو اعطوني؟ ليفل. خلينا نروح سابق الناس. هني اكون وصلت نهاية المقطع. شكرا لكم، شكرا لكل من شاهد المقطع، وشكر خاص للي شاهد المقطع كامل واللي دعمني بلايك واشترك بالقناة. ان شاء الله في المقاطع القادمة راح نطلع سيارات جديدة نعدل فيهم، نفتح مهام جديدة، نحاول نفتح الفاست ترافل. ولا تنسى تفعل زر الجرس عشان يصلك تنبيه في المقاطع القادمة. وشكرا لكم والسلام عليكم.